هل سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده؟ اللي معروف في المذهب المالكي، وكاين خلاف بين المذاهب في هذه المسألة، إنما من الأحسن نذكر داكشي اللي عند المذهب المالكي، وهو يعني كلام حسن عند مالك رحمه الله، ولا مشاحة، يعني ماشي مشكل. إذا كانت زيادة، إنسان دار زيادة في الصلاة، زيد في الصلاة، يدير سجود من بعد التسليم، بعد ما يسلم يدير سجود السهو. وإذا كانت الصلاة عنده فيها النقصان يدير السجود قبل ما يسلم، لكن كيمكن يكون عنده النقصان ونساه أو ما عرفوش تسلم عاد فهم بلي راه دار النقصان، يدير السجود من بعد ما يسلم، ماشي ما يمكنوش يرجع الصلاة، لا سلم بعدها، يدير السجود من بعد ما يسلم، فلا مشاحة في هذا ولا ذاك بإذن الله.